السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا سيدنا الشيخ. اتفضل، الله يغفر لي ولك. حضرتك، أنا كنت سلمت على الزلية في العمل. وبعد ما سلمت على فترة سمعت إن هو كان مصاب بكورونا وكده، فأنا بظروف صحية يعني عندي بخاف شوية من الموضوع ده. حلفت كده بالنص قلت علي الطلاق ما هسلم على حد تاني. كده صعب قوي. كفر عن يمينك، اعطي 10 مساكين وسلم على الناس.